هذا لقاء سنوي تنعقده ما بين الأصدقاء والأساتذة ديالنا، واللي حصل لنا الشرف اليوم باش نشرفوا كما السنوات الماضية واحد العدد منهم. وبهذه المناسبة تنبغي نحييهم ونحيي التضحيات اللي ضحاو معنا واللي بفضلهم وصلنا للمراتب كل واحد على مرتبته، وإلى حد الساعة وإلى الأبد غادي يبقى الفضل ديالهم علينا. بالنسبة للأصدقاء ديالي تتمنى لهم رمضان مبارك كريم، وإن شاء الله كلهم في خدمة هذا الوطن بالشعر ديالنا الدائم للوطن الملك، ونتمنى لهم صحة وعافية ونجاح في العمل ديالهم. Je suis très heureux de d'assister avec vous à cette inauguration et qui permet vraiment de vivre. أنا زدت فرحان بهذه المناسبة اللي حيينا فيها واحد مدة زمنية كنا قضيناها جميع في الثانوية العسكرية، يعني زمن جميل و يعني بالعمل ديالو بثقافته بالاجتهاد ديالو، والحمد لله هذه مناسبة سعيدة اللي كنحيوها في هذا الشهر الكريم، واللي كنتمنى يكون شهر كريم لجميع الإخوان جميع الطلبة جميع المغاربة وجميع الإخوان ديالنا الحمد لله بالخير وبالتيسير إن شاء الله. وهذه مناسبة اللي في حقيقة كتلج الصدر وكتعبر الحمد لله على التلاحم ديال الطلبة ديال القدماء الثانوية العسكرية الحمد لله، والله يجعلها دائما تكون مفخرة للوطن، ثانوية كريمة، ثانوية شريفة، ثانوية عندها تاريخ الحمد لله، والحمد لله الله يجعل لها دائما التيسير والخير إن شاء الله. أنا وأصدقائي الثانوية العسكرية الملكية الأولى أن نلتقي في هذا الحفل البهيج لكي نحتفل بالصداقة وبالمحبة والتضامن، ولكي نفكر في أنجع الوسائل لكي نجعل من بلادنا بلادا مزدهرة لها إشعاع على الصعيد الإفريقي والعالمي، ولكي نتذكر الأعمال التي قمنا بها على الصعيد العام وعلى الصعيد الخاص، ولكي نؤكد عن شكرنا وعن امتناننا لما كان يكنه لنا الملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه من عناية ومن مبالاة ومن حسن الظن. ونتمنى في ذلك الإطار أن نكون عند حسن ظن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونؤكد له عن دعمنا وعن صمودنا وعن رغبتنا لكي نجعل من بلادنا بلادا مذكورة على الصعيد العالمي، لها شهرة ولها مصداقية ولها إشعاع على الصعيد الدولي. ونحن فخورون بلقائنا جميعا لكي نؤكد عن عزمنا لكي نقود المعارك التي تتحدى المغرب هذه البلاد العزيز علينا، وحنا فخورون بتواجدنا جميعا لكي نعبر عن تضامننا وعن رغبتنا وعن عزمنا لا مشروط لكي نسير إلى الأمام، ولكي أن تكون بلادنا بلادا مزدهرة عالية الإشعاع على الصعيد العالمي.
Thank you.